لحظة واحدة، لا احكي لي من منظورك انت. انا بثق في رأي بابايا جدا، وهو جه قال لي انتوا مش هتنفعوا البعض. تثقي في رأي باباكي زي لما انت اتجوزتيني فيه. ايوه افهم بس. ايوه ساعتها فلما قال لي، فانا يعني اقنعني ان هو دلوقتي، انا قعدت اقول له لا هو مختلف معايا، محمد عمره بيعمل معايا الحاجات دي. فقال لي لما قدام تتجوزه هيتعصب عليكي، فهتحصل مشكله كبيره. فقال له محمد انت كويس جدا جدا وانا بحبك جدا، بس مش لبنتي. فقال له انا بنتي عصبيه وانت عصبي، فمش هينفع. سيبنا بعض، بس رجعنا لبعض تاني. انا شغلي كان في جاردن سيتي، فجاه شغلي قرر انه ينقل مكان جديد. شغلي نقل في نفس العماره اللي هو ساكن فيها في الزمالك، اللي فيها الشقه اللي انا وهي كنا هنتجوز. مش معقول يعني. يعني قلت لهم بجد يعني الصدفه مش طبيعيه، يعني ليه فجاه شغل قرر اللي هو ينقل وينقل في نفس العماره اللي ساكن فيها؟ لا دي زي ما بيقولوا اشاره يعني. المهم امي ربنا يخليها ليا ويحفظها، يعني احسن ست في الدنيا. هي بالنسبه لها انا احسن واحد في الدنيا اكيد، وهي بالنسبه لها اني يا بخته يا هنال اللي هيجوز محمد سامي بنته. لما ابنها بيترفض والشبكه بترجع له دي يعني. دي كبيره خالص يا ماما. لا يعني هم كانوا يعملوا اي حاجه بس محمد لا. فطبعا بقى الموضوع مش قالت لك ايه؟ قالت ايه في الموقف ده؟ قالت لي حبيبي بتهزر ولا ايه؟ انت بتهزر؟ ايه هم يحلموا؟ انت بتقول ايه؟ الموضوع من طيب ما اسمعش سيرتها تاني خالص. هي غضبت بقى على العيله دي كلها تماما.